أم كلثوم فشلت في تجربتها في السينما، شو الفكرة؟ برضاك يا خالي. فيلم سلامة من عام 1944 من بطولة أم كلثوم، غنت فيه 8 أغاني وأبرزهن غني لي شوي شوي، في نور محياك وموال برضاك. هذا الفيلم أجا بعد فشل فيلم عايدة، وعشان نعرف سبب نجاح فيلم سلامة لازم نعرف سبب فشل فيلم عايدة. والسبب الأول، أغاني وألحان فيلم عايدة كانت معتمدة كتير على ألحان الأوبرا، كانت مدتها طويلة والجمهور ما تقبلها، مثل أوبرا عايدة وقلوب تخبي. السبب الثاني، حذف الفصل الموسيقي من ألحان القصبجي والاحتفاظ بالفصل الموسيقي لرياض الصنباطي، وهون منشوف الفرق، الصنباطي الأصالي والطرب والقصبجي الحداثي والتطور بالألحان. من هذا المنطلق القصبجي اللي لحن لأسمهان أغنية يا طيور خلى أسمهان ترسم قواعد اللعبة الجديدة، الأصالي والطرب بألحان أم كلثوم، أما الحداثي في الألحان الكلاسيكية بصوت أسمهان. غنوا معايا وهون أم كلثوم وكل من اشتغل معها قرروا أنه بفيلم سلامة يرجعوا للأصل من خلال أغاني فيها كتير من الطرب والأصالي، ويمكن أكتر أغنية لفتتني بالفيلم في نور محياك. في نور محياك الغاني. وفي النهاية كوكب الشرق كانت وما زالت أسطورة في الموسيقى العربية مع أو بدون السينما. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس حتى تشاركوا بمواضيع جديدة. يلا سلام.